أسعد الله أوقاتكم. أحبتي، هناك قضية مفصلية في هذه الحياة. لماذا غيرنا ننجح ونحن فاشلون؟ لماذا غيرنا يحقق ما يريد ونحن نتراجع بدل أن نتقدم؟ القضية والجواب هو في داخلنا نحن. 90% من الناجحين هم لأنهم آمنوا بأنهم ناجحين، بينما الشكوى والبلوى وإشغال الناس بالتفاهات والصغائر هو الذي يؤدي بنا إلى التراجع. أحبتي، يعود أحدنا إلى البيت مهموما فيستلقي، ثم يقول ويتحدث عما حدث معه في العمل أو في الحقل أو في المصنع أو في أي مكان كان يشتغل فيه، كله شكوى على المعلم وعلى الأصدقاء وعلى المشرف وعلى المال وعلى كل شيء. لا يفكر أبدا في إيجاد الحل، بل يفكر دائما في البلوى والشكوى. لذلك هو يبقى كذلك، لأن دائرة فكره محصورة في هذا المكان، لأننا كلنا سجناء لأفكارنا. كل شيء يبدأ من هنا. أعطانا الله العقل من أجل أن يكون حافزا لنا على التفكير، وأي طريقة لحجز هذا العقل أو لسجنه أو لمنعه عن التفكير والتحريك لباقي كل طاقات الجسد هو جريمة بحق الإنسان، وأول من يقوم بهذه الجريمة هو نحن، لأننا دائما نفكر بالصغائر، نفكر بالقضايا، الانشغالات اليومية. لكن السؤال يتم: هل هناك أحد بلا مشاكل؟ هل هناك أحد لم يعاني مرضا أو مشكلة أو أسرة أو جوعا حتى أو مشاكل مع الآخرين أو قلقا؟ كلنا كذلك، فهذه طبيعة الحياة. لكننا يجب أن نبحث عن طريقة أخرى لكي نعيش بها. أحبتي، هناك طرق متعددة للانتقال من حالة السجن هذه، فليس كل ما مضى صحيحا، وليست كل القوانين ثابتة، وليست الحياة متوقفة، فكل شيء يتغير. ونحن من خلال عملنا ومن خلال علاقاتنا ومن خلال تفكيرنا يجب أن نتطور. نحن الحياة، فكل يوم أنفاس جديدة وطقس جديد وأناس جديدون وأفكار جديدة، فلماذا نبقى نحن في مكاننا ثابتين؟ طبيعة الحياة هي التطور والنماء والتبديل، وهناك أشياء كثيرة تحصل في كل ثانية في هذا الكون، ونحن جزء منها، لا نستطيع أن نخالف هذه القاعدة. فإذا أول ما يتبادر لذهننا هو كيف نطور الوضع الذي نحن فيه، إذا كان يسمح بذلك. فإن سمح بذلك فكرنا في كيف نطور وضعنا. مثلا لو كنت أنا عاملا بسيطا في معمل، فكيف أستطيع أن أتطور؟ يمكن أن أحقق شهادة جديدة وخبرة جديدة، يمكن أن أتعلم أشياء كثيرة تؤهلني إلى منصب أفضل وإلى إنتاج أفضل فأرضي نفسي وأرضي غيري. يمكن أيضا أن أجد طريقة أخرى لتطوير المعمل، تطوير العلاقة، تطوير القانون. ومن هنا نشأت المدارس، ونشأت وسائل التعليم، ونشأت حتى التعليم عن بعد، ونشأت أيضا النقابات، ونشأت كل الأشياء التي يمكن أن تطورنا ونحن في مكاننا. وهذا برأيي أنا أقل الطموحات. الاحتمال الثاني أحبتي، الاحتمال الثاني في أن أغير مكان عملي وطبيعة عملي وطبيعة علاقاتي، فلا ليس من المعيب أن أبحث عن عمل أفضل. أنا أصبحت عندي فكرة، عندي خبرة، أصبحت عندي خبرة واسعة في هذا المجال من العمل، ولكن ظروف هذا المكان لا تسمح لي بالترقي أكثر وتحسين وضعي المادي والمعنوي أيضا. لذلك ليس من المعيب أن أبحث عن عمل آخر وغير مكاني، حتى لو لم أكن ملائما لهذا النوع من العمل، ليس من المعيب أن أبحث عن أفضل. وهناك أناس كثيرون خلال عملهم البسيط الأول يبحثون عن دراسة جامعية في أوقات فراغهم، ثم يرتقون، ثم يصبحون مبدعين إلى آخره. إذن هناك طريق آخر ثاني للبحث عن الأفضل. أحبتي، الطريقة الثالثة هي أن الحياة وخاصة في هذا العصر قد فتحت لنا آفاقا كثيرة، فالعالم عبارة عن قرية صغيرة كما يقولون، وكل الاتصالات متوفرة، وكل وسائل التعليم متوفرة، وكل أيضا العلاقات متوفرة. هناك فرص كثيرة في هذا العالم. هناك من اكتشف طريقة للربح عن طريق النت، وهم كثيرون في هذا الوقت. التجارة عن طريق النت، التعليم عن طريق النت، الخبرة عن طريق النت، التواصل والمعرفة عن طريق النت. هذه فرصة كبيرة لمن يريد أن يطور نفسه. وهناك أناس أصبحوا أغنياء وهم في بيوتهم حقيقة، وهذا ممكن أيضا. إذن البحث عن آفاق جديدة ومتطورة ومواكبة العصر ومواكبة الفرص المقدمة حاليا وغدا وبعد غد هي الطريقة الأخرى للبحث عن تحسين للوضع. أحبتي، هناك طرق كثيرة نكتشفها نحن بقابليتنا وإمكانيتنا التي وضعها الله فينا، وهي قدرات خارقة، قدرات كبيرة جدا لا نستعمل منها إلا جزءا يسيرا. هناك طاقة دماغية هائلة، هناك طاقة في الجسم، هناك طاقة على التحمل وعلى الصبر، هناك طاقة على التفكير والمحاكمة والتطوير. إذن هناك إمكانية لإيجاد طرق كثيرة. أبحث عن عمل جديد، أو أطور نفسي في نفس العمل، أو أتواصل مع الآخرين، أو أدرس، أو أتابع ما أحبه. من خلال محبتي لهذا الشيء يمكن أن أقدم لنفسي الكثير. لكن مع ذلك إنني لست وحدي في هذا الكون، لست وحدي، معي أسرة، معي أخوة، معي أولاد، معي أصدقاء، معي كذا. هذا الموقف يجعلني أحاول ضم هؤلاء الناس بالمحبة وبالود وبالمصلحة المشتركة. يمكن أن ننشئ شركة متعاونة، يمكن أن ننشئ مصنع، يمكن قضية التعاون أيضا قضية يمكن البحث فيها بشكل جدي. على أي حال، ليس بحثي الآن هو كيف أجد مجال التغيير. بحثي الآن هو عن إمكانياتي لهذا التغيير. إمكانياتي لهذا التغيير هي أهم نقطة في هذا الحديث وفي هذا الحوار. انتظروني، الكلمة الأخيرة كلمة هامة للغاية. ألخص الموضوع بدقائق قليلة. البرمجة كلها كما بدأت حديثي هي هنا، يشاركها هنا، بمعنى أنه إن لم نبرمج أنفسنا على النجاح فلن ننجح أبدا. يوم إديسون قالت له معلمته أو معلمه بأنه صاحب رأس كالبيض الفاسد. وضعت أمه في داخله العزيمة فأصبح أكبر مخترع بالعالم. يوم لعن المغني يوم مولده، جئت يا يوم مولدي، جئت يا أيها الشقي. لعنت وجودك في هذه الدنيا. ما الذي حصل؟ الذي حصل بأنك أصبحت إنسانا سلبيا، تعتبر أن وجودك في هذه الدنيا جاء خطأ، وذنوبك على الآخرين، وليس لك من طريق إلى النجاح لأي إنسان آخر. يوم يكون مثلك الأعلى كاتب في كل أعماله متشائم لا يرى غير السواد. يوم لا تستمع إلا الأغاني الحزينة والموسيقى الحزينة. يوم لا تحضر إلا العزاء ولا تحضر الفرح. يوم لا تكتب إلا قصيدة كلها مآسي أو قصة كذلك. يوم لا تريد أن تستمع إلا إلى النغم الحزين، أو لا تدخل إلا الأماكن الحزينة، أو لا تكتب إلا الحزين. يعني أنت وضعت نفسك في قالب وسكرت نفسك عليه وجعلت نفسك سجينا في هذه الأجواء. يوم لا ترى إلا أوجاعك ولا ترى إلا اللوم على الآخرين، أنت جالس في بيتك وتقول أنا مظلوم. قد تكون مظلوما، لكن كل شيء يجب أن يكون له حل. اخرج من داخل بيتك، اقرأ الطريقة، جد الوسيلة، حارب. الحياة عبارة عن كفاح وحرب لتغيير الحياة إلى أفضل وليس إلى أسوأ. هذه البرمجة لا يمكن أن تكون إلا إذا أنت آمنت بها، لن يعطيك أحد إياها أبدا. لا تتصور بأن إنسانا ما أو شخصا ما أو أي طريقة أخرى يمكن أن تأتيك بالحظ فجأة، إلا يعني قد تصدف مرة في كل ملايين البشر. لا يمكن أن تكون أنت في مكان الضعيف ويرى فيك أحد بأنك أنت تصلح لأي شيء آخر سوى الندم والبكاء. إذن قضيتنا واحدة، غيروا ما بأنفسكم، انظروا للحياة بتفاؤل، انظروا للحياة بأسلوب عملي منهجي. لا أريد أن أقولها صريحة، لم يفدنا دعوات، لأن الله لم نقدم له الحيثيات التي تؤدي إلى نجاح. يا ربي أنجحنا، يا ربي أعطينا، يا ربي. لا تفيد هذه إن لم نقدم نحن ما يجب أن نقدمه من أجل الوصول إلى ذلك. إن الأسباب المؤدية إلى النجاح هي التي تجعل الله يعطينا هذا النجاح. وحتى بالنسبة لغير المؤمن أيضا، إن لم يؤمن هو بنجاحه فلن يعطيه أحد هذا النجاح. النجاح يأتي بحيثيات المعرفة والحب والصبر والجهد والإتقان والتشاور. هناك أسباب كثيرة تؤدي إلى النجاح ويجب أن نكون عليها منفتحين، لكننا يجب أن نتذكر دائما أن النجاح هو هنا وهنا. كونوا بخير أحبتي، إلى لقاء في حديث آخر.